السلام عليكم ورحمة الله. النتائج والتوصيات لمنتدى العربي حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل. برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، عقد المنتدى العربي للتدريب التقني والمهني بالتعاون المشترك بين منظمة العمل العربية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، وذلك في العاصمة الرياض خلال فترة من 16 إلى 18 يناير كانون الثاني 2010، عقد المنتدى العربي في هذا التاريخ. ويأتي انعقاد هذا المنتدى في إطار سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف لتفعيل القرار رقم 9 للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت يومي 19 و20 يناير كانون الثاني 2009 بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية. ويهدف هذا المنتدى إلى تعزيز ودعم التعاون بين مختلف الوزارات والأجهزة والهيئات وأطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية المعنية بقضايا تأهيل وإعداد القوى العاملة من أجل إيجاد تفاعل وتكامل فيما بينها على المستويين القطري والعربي لمواجهة تحديات التشغيل والبطالة وتأثيراتها السلبية على الاستقرار الاجتماعي في المنطقة العربية. وقد شارك في أعمال المنتدى 684 من كبار المسؤولين عن قضايا العمل والتدريب التقني والمهني والتربية والتعليم، من بينهم 26 وزيراً و7 رؤساء صناديق وطنية و9 من رؤساء أصحاب الأعمال و28 من الاتحادات العمالية و48 منظمة عربية ودولية و12 خبيراً و278 زائراً و52 مؤسسة للتدريب التقني. وتشرف المنتدى بحضور معالي الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخويطر وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالإنابة، وألقى كلمة رحب فيها بالمشاركين، وأكد على أن التدريب التقني والمهني رافداً من روافد التنمية المهمة في أي بلد، وأن التدريب التقني والمهني قد نال حقه من التعضيد وحظي خريجوه بالرعاية والاعتبار، وغطت وحداته مختلف مناطق المملكة مع تطلعات معاليه إلى أن يحقق المنتدى الأهداف المرجوة منه. كما تضمنت جلسة الافتتاح إلقاء كلمات كل من معالي السيد أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل الدولية، كلمة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ألقاها بالنيابة عنه سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وعلى مدار 3 أيام انعقاد المنتدى تم عقد جلستي عمل عامتين وست مجموعات عمل لعرض ومناقشة موضوعات المنتدى، وهي الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، العقد العربي للتشغيل، الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على تنمية الموارد البشرية، دعم وتطوير منظومة التدريب المهني، التطوير المشترك للمعايير المهنية والتصنيف المهني، تجارب عربية قطرية. وقد عبر المشاركون عن جزيل شكرهم وتقديرهم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وفاء لمواقفه الثابتة تجاه القضايا العربية ودعم الدائم لمؤسسات العمل المشترك، وإلى حكومة المملكة العربية السعودية لحسن الوفادة وكرم الضيافة
ولما وفرته من إمكانيات لتسهيل سير أعمال المنتدى وإنجاح أعماله. كما أشاد المشاركون بتجربة المملكة التي تقودها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وما تحقق من إنجازات متميزة في مجالات التدريب التقني والمهني، مما كان له أكبر الأثر في زيادة القابلية لتشغيل العمالة السعودية ودعم خطط توطين الوظائف. وبعد مناقشة مستفيضة لموضوعات المنتدى، توصل المشاركون إلى إصدار وثيقة الرياض وإقرار واعتماد النتائج والتوصيات التالية. في مجال محور الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، التوصيات التالية: 1- تثمين جهود منظمة العمل العربية لتقديم مشروع الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني لتشكل القاعدة الأساسية لتصميم الاستراتيجيات العربية للتشغيل والبرامج الوطنية والعربية لتأهيل وإعداد القوى العاملة، مما يساعد في تعزيز الشراكة بين الجهات المزودة للتعليم والتدريب التقني والمهني والجهات المستخدمة لمخرجاته، وتضييق الفجوة بين هذه المخرجات والاحتياجات الفعلية لأسواق العمل العربية، وزيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة العربية في سوق العمل العربية والدولية، وكذلك دعم سياسات وجهود توطين الوظائف والتوسع التدريجي في التبادل المنظم للأيدي العاملة العربية. 2- التأكيد على ما تضمنه إعلان الدوحة للتنمية والتشغيل في نوفمبر 2008 من تطلعات وتوجهات توافقية بين الجهات العربية الفاعلة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة برامج التعليم عموماً والتعليم الفني والمهني والتطبيقي والتدريب المهني خصوصاً، ورفع نسبة الملتحقين به إلى 50% كحد أدنى من الملتحقين بالتعليم ما بين التعليم الأساسي والتعليم العالي، والعناية ببرامج إعادة التدريب والتأهيل خلال العقد العربي للتشغيل. 3- دعوة الدول العربية إلى تعزيز التنسيق والتعاون البناء بين وزارات العمل والوزارات والهيئات المعنية بالتدريب والتعليم التقني والمهني وأطراف الإنتاج بشأن وضع الخطط والبرامج التنموية وفق نتائج الدراسات المشتركة للاحتياجات الفعلية لأسواق العمل العربية والدولية. 4- دعوة مؤتمر العمل العربي في دورته 37 في المنامة 2010 لاعتماد الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، ودعوة الدول العربية للسعي لتطبيقها بالتعاون مع منظمة العمل العربية واعتبارها مرجعية عربية. محور دعم وتطوير منظومة التدريب: التوصية الأولى، التأكيد على الربط الوثيق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على توفير التوازن بينهما واعتبارهما جزءاً لا يتجزأ لتحقيق العدالة الاجتماعية كما نص عليها الميثاق العربي للعمل والدساتير والتشريعات في الدول العربية، حيث أن زيادة الناتج المحلي وتحسين مستوى معيشة المواطن مرهونة بمستوى مخرجات منظومة التنمية البشرية وإنتاجية العمل. 2- دعوة الدول العربية إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني ودعم مراكز البحوث وربط مخرجاتها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل وأوجه التنمية الأخرى، مما يساعد في رفع مستوى إنتاجية العمل وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات العربية وزيادة الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة، وذلك في إطار تنفيذ مقررات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات العلاقة. 3- التأكيد على ضرورة تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني ورفع الكفاءات
وتنمية المهارات والقدرات الإنتاجية بتجويد برامجها وتوسيع قاعدة منتسبيها وتوفير المقومات اللازمة للتطوير وتيسير الالتحاق بها، خاصة الشباب والإناث والمسرحين من أعمالهم والمتعطلين عن العمل. 4. دعوة الدول العربية إلى توجيه التدريب التقني والمهني نحو قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، بحيث تزداد الأنشطة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية مثل اقتصاد المعرفة والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، وتوجيه الاستثمارات حيث الكفاءات من الشباب المبدع والمبتكر في هذا المجال. 5. تشجيع التعاون والتكامل العربي في مجالات تنمية الموارد البشرية بشكل عام، ونظم التعليم والتدريب التقني والمهني بشكل خاص من النواحي الكمية والنوعية، بهدف تضييق الفوارق بين الدول العربية في هذا الشأن، وذلك عن طريق المعايير والمؤشرات والكفايات المهنية، مع التأكيد على أهمية تحسين برامج إعداد وتدريب المدربين لتضييق الفجوة بين مخرجات هذه النظم والاحتياجات التنموية. 6. حث القطاع الخاص على تفعيل دوره ومشاركته في الهيئات والمجالس المعنية بالارتقاء بنوعية التعليم والتدريب التقني والمهني، والمساهمة الفاعلة في تصميم المناهج والبرامج وتمويلها، وزيادة الاستثمار في القطاعات التنموية غير التقليدية كالبحث العلمي والتكنولوجيا وتسويق براءة الاختراع ونتائج البحوث، ليكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً في رسم السياسات وتنفيذ البرامج التنموية. 7. تشجيع عملية انفتاح الجامعات ومراكز البحث العلمي على مؤسسات التعليم الفني والتدريب التقني والمهني، وبناء شراكة حقيقية بينها وبين المؤسسات الإنتاجية. 8. دعوة الدول العربية إلى تحسين الحوكمة في نطاق منظومة التدريب التقني والمهني من خلال توحيد جهة الإشراف ومنع الازدواجية في الأدوار وتشتت الجهود المبذولة من قبل أكثر من جهة إشرافية. 9. التأكيد على أن القوى البشرية هي الثروة الحقيقية لأي أمة، وأن قدراتها تكمن فيما تملكه من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على التكيف مع أي جديد بكفاءة وفاعلية. لذا ينبغي أن تستهدف خطط وبرامج التنمية العربية التركيز على تنمية القوى العاملة ورفع كفاءتها وقدراتها الإنتاجية وفقاً لمتطلبات التنمية. 10. دعوة الدول العربية إلى بذل المزيد من الجهود في مجال إعداد وتدريب المدربين ولتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية في تنفيذ البرامج والمناهج التدريبية في مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني. 11. تثمين جهود منظمة العمل العربية لإعداد قواعد اختيار مراكز عربية لتدريب المدربين في إطار تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات العلاقة بإعداد المدربين وتطوير مناهج التدريب ووسائله والعمل على تفعيل التكامل العربي في تنمية المهارات. 12. إقرار قواعد اختيار المراكز العربية لتأهيل وتدريب المدربين ودعوة الدول العربية للتنسيق والتعاون مع منظمة العمل العربية لتحديد هذه المراكز وفقاً لرغبة أي دولة في احتضان وتوفير متطلبات تطوير المركز المناسب لديها. 13. دعوة مؤتمر العمل العربي في دورته 37 المنامة 2010 لاعتماد قواعد تطوير مراكز تدريب عربية لإعداد المدربين. 14. تأكيداً لأهمية ودور التعليم والتدريب التقني والمهني في تحقيق التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات كل مواطن وكذا احتياجات سوق العمل والمجتمع ككل، أقر ما يلي.
ألف التوصية باعتماد إنشاء الجمعية العربية للتدريب التقني والمهني في نطاق منظمة العمل العربية. باء الترحيب بالدعوة الكريمة للمملكة الأردنية الهاشمية لاحتضان أول اجتماع للجمعية بعد إقرارها. جيم الترحيب بالدعوة الكريمة للحكومة الجزائرية لاستضافتها المنتدى العربي الثاني للمواءمة بين مخرجات التدريب والتعليم التقني والمهني واحتياجات أسواق العمل، ودعوة منظمة العمل العربية والجهات المعنية في الجزائر لاتخاذ الإجراءات اللازمة. محور العقد العربي للتشغيل. توصية الأولى دعوة الدول العربية للإسراع في اتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية لمقررات القمة الاقتصادية والتنمية والاجتماعية التي انعقدت في الكويت 2009، والتي جاءت تأكيداً على قناعة القادة العرب بضرورة إعطاء الأولوية للتشغيل في مضامين التنمية الشاملة وتوفير الدعم المناسب للبرامج والخطط التنموية العربية الهادفة لمكافحة الفقر ومعالجة مشكلات البطالة في إطار تعاون عربي فعال يرتكز بوجه خاص على إعلان الدوحة للتنمية والتشغيل وتحقيق أهداف العقد العربي للتشغيل. اثنان دعوة الدول العربية إلى إنشاء أو تفعيل الهياكل القطرية الخاصة بقياس ومتابعة وتحليل مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي بشكل دقيق وواقعي لتعكس البيانات حقيقة وواقع مستويات الفقر والبطالة والإنتاجية وأداء منظومة التعليم والتدريب والتعليم التقني والمهني، وتحديد سنة قياس مرجعية لغرض متابعة وتقييم التقدم المحرز في اتجاه تحقيق أهداف العقد العربي للتشغيل. ثالثا تشجيع وتفعيل الشراكات والاتفاقيات الثنائية وشبه الجماعية العربية وعلى مختلف المستويات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم التعاون والتكامل العربي في مجالات إعداد وتأهيل واستخدام القوى العاملة العربية، مع التأكيد على أن الأولوية في التشغيل للعامل الوطني ثم العامل العربي ثانيا، في إطار التنسيق المستمر بين الدول المستقبلة والدول المرسلة للعمالة العربية. رابعا دعوة الدول العربية إلى بذل الجهود والقيام بحملات إعلامية وتوعوية للتعريف بالعقد العربي للتشغيل وأهدافه وآلياته على مختلف المستويات وعلى أوسع نطاق، وتسويق مكوناته لدى الدول والجهات المانحة العربية والإقليمية والدولية، والتحضير الجاد لهذه المرحلة مع التأكيد على ضرورة وضع قضايا التشغيل ضمن أولويات أهداف السياسات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية على المستويين القطري والعربي بمشاركة القطاع الخاص، وتوجيه جميع الفعاليات لخدمة هذا الهدف وفق متطلبات العقد العربي للتشغيل المعتمدة. خامسا دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتوفير التمويل اللازم والمطلوب من قبل منظمة العمل العربية للوفاء بالتزاماتها تجاه قرار القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي انعقدت في الكويت عام 2009 بشأن تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والمشاريع المنبثقة عنه. سادسا دعوة مؤتمر العمل العربي في دورته القادمة 37 التي ستنعقد في المنامة عام 2010 لإقرار وثيقة العقد العربي للتشغيل واعتبارها مرجعية عربية للنهوض بقضايا العمل والعمال في الوطن العربي. محور التطوير المشترك للمعايير المهنية والتصنيف المهني. التوصية الأولى دعوة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات التطبيقية للتوسع التدريجي في استخدام التصنيف العربي المعياري للمهن لعام 2008 باعتباره الأداة العربية المميزة لتشكيل قاعدة مشتركة لتأهيل وإعداد القوى العاملة العربية وتسهيل انتقالها داخل الوطن العربي. ثانيا دعوة الدول العربية إلى تنفيذ قرار الدورة 36 لمؤتمر العمل العربي
الذي عقد في عمان 2009 رقم 1401، والذي ينص على ضرورة إنشاء وحدات إدارية للتصنيف المهني وتدعيم القائم منها، مع التأكيد على أهمية وضرورة العمل على توفيق وموائمة تصنيفاتها الوطنية مع التصنيف العربي المعياري للمهن لعام 2008. ثالثاً، تشجيع التعاون والتكامل العربي في مجالات تنمية الموارد البشرية بشكل عام، ونظم التعليم والتدريب التقني والمهني بشكل خاص من النواحي الكمية والنوعية، بهدف تضييق الفوارق بين الدول العربية في هذا الشأن، وذلك عن طريق المعايير والمؤشرات والكفايات المهنية، مع التأكيد على أهمية تحسين برامج إعداد وتدريب المدربين لتضييق الفجوة بين مخرجات هذه النظم والاحتياجات التنموية. محور الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على تنمية الموارد البشرية. التوصية الأولى: دعوة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات الفورية المناسبة لتطبيق نتائج ومقررات القمة الاقتصادية والتنموية الاجتماعية في الكويت 2009 المتعلقة بالأزمة المالية العالمية، وتحفيز التدفقات الاستثمارية العربية البينية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الميزات النسبية لكل دولة عربية. ثانيا: دعوة الدول العربية إلى تطوير تشريعات قطاع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين العرب داخل الوطن العربي، حيث أثبتت الأزمة الاقتصادية العالمية أن الاستثمار البيني العربي هو الأكثر أماناً وأكثر جدوى في مجالات الاقتصاد الحقيقي. ثالثاً: دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على تنفيذ نتائج القمة العربية في الكويت بشأن التمويل العربي لمثل هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة. رابعاً: اتخاذ التدابير اللازمة للعودة لمستويات التشغيل الطبيعية بأسرع وقت ممكن بعد انحسار الأزمة الاقتصادية. خامساً: دعوة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات والخطوات العملية الجادة الكفيلة بتحقيق تقدم ملموس تجاه بناء وإنجاح التكتل الاقتصادي العربي، والإسراع في إقامة السوق العربية المشتركة، وتسهيل تحرير التجارة البينية العربية، وحركة انتقال الأشخاص والأموال، وتشجيع التعاون الثنائي وشبه الجماعي لإقامة المشروعات الكبرى العربية المشتركة في مختلف القطاعات الإنتاجية، والتحرير التدريجي لأسواق العمل العربية. سادساً: الاستفادة من مواجهة تبعات الأزمة لإنشاء وتدعيم هياكل الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وبشكل خاص بحث تعميم التأمين ضد البطالة والحد الأدنى للأجور. سابعاً: تثمين جهود منظمتي العمل العربية والدولية في تنفيذ أنشطة مميزة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على قضايا العمل في المنطقة العربية، وبوجه خاص المنتدى العربي للتشغيل الذي تم تنظيمه بالتعاون المشترك بين المنظمتين في بيروت أكتوبر 2009، ودعوة الدول العربية إلى العمل على تطبيق النتائج الصادرة عن أجندة عربية للتشغيل من أجل تعزيز الخطط الهادفة لمكافحة الفقر ومعالجة مشكلات البطالة وتعزيز مؤسسات الحوار الاجتماعي في المنطقة العربية. محور الفقر والبطالة. التوصية الأولى: دعوة الدول العربية لبذل المزيد من الجهود لمكافحة الفقر والالتزام بأهداف الألفية بتخفيض عدد الفقراء إلى النصف بحلول عام 2015، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ خطط وبرامج خاصة لصالح الفئات الفقيرة والمهمشة في مجالات الصحة والتعليم والتدريب التقني والمهني، وتسهيل اندماج هذه الفئات في المجتمع المنتج، وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة جغرافيا. ثانيا: توجيه عناية خاصة بالشباب العربي في الريف بنشر خدمات التعليم
الفني والتدريب التقني والمهني، وتوسيع خدمات الإرشاد والتوجيه المهني بوجه خاص في مجال الزراعة، وتحسين تسويق المنتجات الزراعية، ونشر التوعية الصحية والبيئية، وتقديم تسهيلات للقروض الزراعية. ثالثا، دعوة الدول العربية إلى دعم السياسات والبرامج الكفيلة بتوفير فرص عمل أوسع للمرأة العربية وتمكينها اقتصاديا، وإزالة كافة أشكال التمييز بين الجنسين، مع ضرورة وضع برامج إعداد وتأهيل وتدريب مهني للمرأة العاملة لتنمية مهاراتها وزيادة قدراتها الإنتاجية، وكذلك تسهيل وصولها إلى مصادر التمويل المناسبة لإنشاء المشروعات الصغرى والمتوسطة. رابعاً، تحفيز مؤسسات القطاع الخاص للقيام بدور فاعل ومؤثر في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في الوطن العربي، وذلك من خلال تقديم مزايا مختلفة تساعد في تفعيل دور القطاع الخاص في مجالات التدريب، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتج والمجزي، مع التأكيد على ضرورة تقديم الحوافز المساعدة على إنجاح سياسات وخطط توطين الوظائف بإعطاء الأولوية في التشغيل للعامل الوطني ثم العامل العربي ثانيا، تماشيا مع لان الدوحة ومتطلبات تحقيق أهداف العقد العربي للتشغيل. خمسة، دعوة القطاع الخاص لإقامة شراكة حقيقية مع منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني، وزيادة الاستثمارات في هذا الميدان لضمان أن المهارات التي يتم بناؤها هي تلك المهارات التي يحتاجها سوق العمل وخطط وبرامج التنمية المستدامة. سادسا، دعوة الدول العربية إلى تعزيز ثقافة الريادة في الأعمال وتنمية الخصائص والمهارات الريادية من أجل تمكين الشباب والنساء وغيرها من فئات المجتمع من اختيار العمل الحر كنهج مهني مستقبلي. سابعا، العمل على تطوير برامج تدريب تحويلي وبرامج خاصة لدعم المبادرة الحرة وحسن توجيه هذه البرامج الميسرة إلى الذين فقدوا أعمالهم أو المهددين بفقدها، أو الفئات الهشة أو المتعطلين، لمساعدتهم على إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ثامنا، دعوة مؤسسات التأمينات والحماية الاجتماعية إلى الاستثمار في المشروعات الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية، مما يؤدي إلى زيادة قابلية الشباب للتشغيل والاستفادة من فرص العمل الجديدة المتوفرة، وبالتالي زيادة أعداد المشمولين بالتغطية والممولين لصناديق الضمان الاجتماعي. تاسعا، دعوة مؤسسات الضمان الاجتماعي إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجالات الاستثمار من أجل توفير المزيد من فرص عمل جديدة للشباب الذين يدخلون لأول مرة إلى سوق العمل، باعتبارهم أهم عناصر استمرارية تمويل صناديق الضمان الاجتماعي والسعي لتحسين مستوى الضمان الاجتماعي للمنتفعين. عاشرا، التأكيد على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بتنظيم وتطوير سواق العمل العربية والتوسع الجغرافي في توفير مراكز نوعية للتأهيل والتدريب التقني والمهني، ودعم أقسام الإرشاد والتوجيه المهني لمساعدة الشباب العربي على التكيف مع ظروف وسائل وأساليب العمل المتغيرة، وتسهيل اندماجهم في الحياة المهنية وفقا لمؤهلاتهم وقدراتهم الإنتاجية. 11، التأكيد على أهمية وضرورة تضافر الجهود العربية لمعالجة النقص الحاد في توفير البيانات والإحصائيات والمعلومات الواقعية الدقيقة والمحدثة المتعلقة بقضايا التشغيل والبطالة وفرص التأهيل والتدريب التقني والمهني وفرص الاستثمار ومصادر التمويل، وذلك من خلال دعوة الحكومات العربية لتوفير التمويل اللازم لبناء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل في إطار الالتزام بمقررات القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية.
محور تجارب القطرية، التوصية الأولى الإشادة بمعدلات النمو ومستويات التنمية ودرجة التقدم والازدهار التي تعيشها المملكة العربية السعودية وما تحقق من إنجازات في مجالات التنمية البشرية عامة في ضوء جهود وتوجهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وحكومته الرشيدة التي راهنت على الإنسان لبناء أجيال المستقبل نحو غد أفضل. وإن تجربة المملكة العربية السعودية التي تقودها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجالات التأهيل وإعداد العمالة الوطنية وفقاً للمستجدات العلمية والتقنيات والوسائل الحديثة التي تساعد على التكيف مع تغيرات سوق العمل وتعزيز سياسات وخطط توطين الوظائف لأكبر دليل على مدى اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين بقضايا التنمية البشرية، وأصبحت من التجارب العربية الرائدة في هذا المجال ونموذجاً يحتذى به ومحل إعجاب وتقدير جميع المشاركين في المنتدى. ثانياً، التأكيد على أهمية تعميم التجارب العربية الرائدة في مجال تنمية القوى العاملة وتبادل الخبرات فيما بين المعنيين بتطوير منظومة التدريب التقني والمهني وتعزيز التنسيق والتعاون العربي في هذا الشأن. ثالثاً، نشر ثقافة المبادرة وروحها في أوساط وترويجها ربما في أوساط الشباب بشكل خاص لتوفير فرص النجاح لمشاريع الشباب والمبادرات الحرة وإنجاح مشاريع التشغيل الذاتي والاستفادة من كل الوسائل خاصة منها التعليمي والتوجيه المهني والإعلام بمختلف وسائله. رابعاً، إقرار أولمبياد مهني قطري وعربي، الدعوة لإقرار أولمبياد مهني وطني دوري يتبارى فيه المتدربون في مختلف تخصصات التدريب المهني. باء إقامة أولمبياد مهني عربي مرة كل سنتين يتبارى فيه الفائزون الأوائل في الأولمبياد المهني الوطني، وذلك لجميع البلدان العربية التي ترغب في المشاركة فيه. جيم، تخصيص 3 جوائز عربية للفائزين في الأولمبياد العربي تكون رمزية مادية ومعنوية. وشكراً.